اهلا بيكم وفيديو جديد من مهليزم. النهارده هوريكم اكبر واكتر كميه شوكولاتات انا جبتها، وهقول لكم جبتها منين وكام وازاي. يلا بينا. انا الحاجات دي كلها جبتها من فرنسا في شهر 7 في السيل. السيل مش بيبقى على الهدوم بس، بيبقى على كل حاجه في البلد عليها سيل. بالنسبه للاسعار هي كانت يعني اسعار مختلفه ومتفاوته، من يورو 2 يورو يورو ونص، بس كلها في الحدود دي. طبعا بصوا الشوكليت بتيجي كده، ده اتنين كده مع بعض، ده اوفر كده بيبقى مثلا يورو ونص اتنين. كل الشوكليت اللي انا هوريها لكم دي هنزل لكم الصور بتاعتها على صفحه فيسبوك بيج بتاعتي، هتلاقوها في الديسكريبشن بوكس، هحط لكم اللينك بتاع البيج، ادخلوا وشوفوا كل الانواع. عايزه اوريكم النوع ده خطير، ده قدار. بصوا البندق فيه رائع، يعني هي عايزه اوريكم بس حجم البندق عامل ازاي جوه. بصوا اهو شايفين. طبعا خطيره، طعمها يجنن، ملهاش حل بجد، يعني انا بعشقها. حاجه برضو جميله جدا الميلكا. بصوا الميلكا، الميلكا برضو البندق فيها فظيع، غير اللي بتجيلنا خالص في مصر، بيفيل يعني النوع ده موجود في مصر بس مش بالكواليتي دي خالص. اهي بصوا عامله ازاي، فظيعه. دي بقى عايزه اقول لكم ان هي ب 25 جنيه، عندنا هنا في مصر مثلا ممكن بيبقى ب 50 او 55 الريتر. حاجه برده جميله جدا جدا جدا، نعناع بالليمون. ده بصوا حجمه عامل ازاي، ده نعناع اهي وبالليمون، فظيعه. كيت كات، كلنا طبعا بنعشق الكيت كات. الاوفر ده كان 10 مع بعض، بس حجمه عامل ازاي. ده البسكوت بتاع ميلكا برضو خطير، ده بسكوت من جواه شوكولاته، رائع. بالنسبه لهذا الوحش كبير كيرف، ده عامل زي الشيتوس بس البنوع كده، بصوا مفيش الوان خالص طالعه في ايدي، مفيش زيت، مفيش اي حاجة، تحس ان هو يعني حاجة كده صحية. سوداني مملح. السوداني ده بصوريكم اهو، يعني الحباية كبيرة ونظيفة. يعني مش معقول، رائع. في كمان الجفرات، ده بسكوت بالشوكولاته برضو فظيع. بصوا شكله عامل كده اهو، حلو جدا، طعمه حلو جدا. في كمان البسكوت اللي بالزبده، ده حلو جدا لوحده مع نسكافيه، شاي بلبن، كل الحالات حلو جدا. بصوا الاوفرز بقى بتيجي ازاي، بتيجي كده بيبقوا اتنين مثلا مع بعض عليهم سيل. الميلكا دي كانوا 4 كده مع بعض، باكت واحدة عليهم برضو سيل. كل المنتجات تجنن، طعمها حلو جدا. لو انتوا مسافرين او عندكم حد مسافر خليه يجيب لكم الحاجات دي، هتعجبكم جدا جدا جدا. واستنوني في فيديو جديد.